السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. امرأة برج الأسد، عزيزتي الغالية، ملكة الشمس المشرقة كالألماس، صاحبة الشخصية القوية والإطلالة الباهرة والقوة الكبيرة، من لها تأثير ومن لها القدرة على اتخاذ القرارات والاحترام الذي ليس بإرادة من حولها أن يتعداه أو لا يقوم به، وإنما هو واجب عليه مستحق إن لم يرد أن تقترب الشمس من رأسه. امرأة برج الأسد، عزيزتي الفاتنة الجميلة، أتمنى أن يكون عيدك مباركا، وأتمنى أن تكون جميع أيامك القادمة أعياد، وأتمنى لك حياة سعيدة متحققة بها آمالك وأجمل أقدارك وما تريدي من خير وما تسعي له وما تتمنيه بمشيئة الله. في البداية نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد، ثم نذكر بالاستغفار فنقول: قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أعزائي الكرام، قراءة اليوم هي قراءة توقعات امرأة برج الأسد للفترة من 15 ل 30 يوليو 2022. ولمن لا يعرفني، أنا بحر المنسي، يعني أخصائي نفسي ومدرب حياة وقارئ تاروت وقارئ فنجان ومصمم ديكورات وكاتب روايات وشاعر وكاتب أغاني ومصمم موسيقى. أعزائي الكرام، هنبدأ القراءة الآن بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن أؤكد لحجز القراءات الخاصة رقم واتساب مكتوب أمامكم على الشاشة. فلنبدأ بسم الله. امرأة برج الأسد، أحداثك لهذه الفترة. هنا كرت البرج في الدافع، وماذا يعني يا عزيزتي كرت البرج؟ هذا الكرت في هذه المجموعة يحمل طاقة قوية تضاعف معاني هذا الكرت لأشياء كثيرة، ولكن لتتصل الأحداث لدينا هنا كرت الخمسة سيوف، فتعني هذان الكرتان معا أنك سيحدث لديك ما يشبه، إن هنا كمان في ثلاث كؤوس، أي ما يشبه قطع لعلاقات وإخراج أشخاص من حياتك بشكل نهائي وفاصل ولا رجعة فيه. بالنسبة لأصحاب العلاقة الثلاثية، سيكون هناك إنهاء لعلاقة ثلاثية، أما من ليس لديهم فهناك قطع لعلاقة مع ثلاثة أشخاص خلال هذه الفترة بشكل نهائي لا رجعة فيه بعد خلاف كبير بيحدث. الحدث الرئيسي الثاني،
هنا لدينا حدث هام. وكأن هناك من يسعى إلى تقديم اعتذار لك في هذه الفترة والعودة لحياتك مرة أخرى. هناك جنية العصا، وهنا كارت الأربع درجات أو الأربع سيوف، وهذان الكارتان يرمزان إلى ما يشبه أنك تمكنت من تحقيق، أو سوف تتمكني في هذه الفترة من تحقيق هدف لك كنت تسعي إليه بشدة، وهو أن يعتذر منك هذا الشخص. أما النتيجة وهي الأربع سيوف، أي أنه هناك ما يشبه رفض لهذا الاعتذار تماما، ورفض لقبول هذا الاعتذار. الأحداث الفرعية، هناك كارت البوق في الدافع، أي أن دوافعك لهذه الفترة هي بداية حياة جديدة، أو بداية مرحلة جديدة من حياتك ومختلفة تماما. نقول أن الحدث الثاني هو حدث الخمسة كؤوس. وماذا يرمز حدث الخمسة كؤوس؟ هذا الحدث يرمز إلى أنك ربما تشعري بالحزن تجاه انفصال حدث بحياتك ولكن تجاوزتي، وهناك لديك في المرحلة المقبلة كارت الخمسة عملات، أي استعادة التوازن المالي، ولكن هو ليس توازن بالمصروفات ولكن مضاعف على المصروفات بما يمثل الرفاهية ومساحة الاكتناز في حياتك، الاكتناز المالي في حياتك. الحدث الفرعي الثاني، نقول فيه أن هناك فارسة الكؤوس في الدافع، وهذا يدل أنك تسعي إلى الاستمتاع بالحياة، تسعي إلى المتعة والسعادة، وأن تحصلي على كل ما يرضيك في حياتك، وأن تحصلي على فترة من راحة الذات وراحة النفس في حياتك. فيكون الحدث لديك هو مساعدة تحصلي عليها من أصدقائك، فيقف بجانبك وتقضي أوقات ممتعة ورائعة وسعيدة تمكنك من تجاوز كل ما عانيت منه ومررت به وواجهت فيه الكثير من الصعوبات. الحدث الفرعي الثالث، هنا يوجد القمر. كارت القمر يدل على رغبتك بتسليط العيوب أو تسليط الإضاءة أو لفت الانتباه لعيوب أحد الأشخاص في حياتك، عدو لك، تريدي من الجميع أن ينظروا له. وقد اتخذت هذا القرار، أي أنك اتخذت قرار بفضح هذا الشخص أو فضح هذا العدو في حياتك، فتكون النتيجة يا سيدتي الفاضلة هي نتيجة نهائية بإظهار عيوب هذا الشخص في المستقبل وتوجيه ضربة قوية
لهذا الشخص. قد يكون هذا الشخص هو زميل لك في العمل، وقد يكون هذا الزميل يرتكب أخطاء أو أشياء لها علاقة بالشرع، أو قد يكون شخصا في حياتك العاطفية لا نعلم، ولكن هو شخصا في حياتك يرتكب أخطاء، وأنت تريدي فضح هذه الأخطاء، وسوف تتمكني من فعل ذلك، أو لو حتى لم تتخذي أنت هذا القرار سوف يحدث هذا بالفعل، وسوف تسلط العيوب الإضاءة على عيوب ذلك الشخص وبشكل قوي وملاحظ، مما يشكل انتهاء خطره من حياتك وانتهاء وجوده بشكل تام من حياتك. الحدث الفرعي الرابع، ولديك أحداث قوية، فنقول في هذا الحدث: أعزائي الغاليين، هذه كروت الكارما السوداء. كروت الكارما السوداء هي كروت الحرب، أي كروت ماذا سيحدث في المشاكل والخلافات والنزاعات في حياتكم. الحدث الفرعي الأخير، وهو الذي نقول فيه: أولا، فارسة الحصان الأسود، وهي رغبتك في أن تتوجهي بأقصى سرعة لديك نحو تحقيق أحلامك وأهدافك، واتخاذ قرارات هامة الكثير منها قد يكون في مصلحتك ولكن بدوافع انتقامي. فنقول أن هناك هنا جنية عرش المال، أي أن هناك استقرار على الصعيد المالي إلى أقصى الدرجات، وتوازن كبير على الصعيد المالي تحظي به، مما يجعل منك ما يشبه تحدي واضح وصريح دون أن تتحدثي بجمالك وظهورك واستقرارك المالي وسعادتك التي تلفت انتباه الجميع، والتي تجعل ممن أرادوا بك سقوطا أن يخزوا أو لا يحصلوا على ما يتمنوا، أو يقهروا إن زاد كرههم لك، فهو انتصار واضح تحققه السماء لك ويحققه القدر لك في المرحلة القادمة. إنه انتصار أراده الله لك، وكرمة جيدة فيها استقرار مالي وفيها انتصار على أعدائك. فيكون الحدث الأخير هو فارس الشؤم أو المهزوم النادم، أي شخص في حياتك تعرض للهزيمة ولم يرد أن تكوني في هذا الوضع، ولم يرد أن تكوني في هذا الاستقرار. عن هذا الشخص يشعر بالندم الشديد، ربما يشعر بالقهر الشديد والحزن الشديد والغضب الشديد والكره الشديد. وانظروا صورة هذا الشخص، الأحداث الروحانية. عزيزتي الغالية، لديك توجه نحو المستقبل بعقل متفتح يسمح لك بالوصول إلى كل ما تريدي، والتخلص من كل القيود الفكرية التي التزمت بها في المرحلة السابقة، فأعادتك للخلف ولم تعيدك للأمام. ربما يكون هناك حكمة يقظة تسمح لك بالانتصار في جميع الخلافات وعدم الوقوع في الأخطاء، وربما تعبري عن مخاوفك للكون، لمن يهمه أمرك من السماء والأرض، فتجدي من يساعدك ومن يخلصك منها ويدعمك. رسائل التبشير يا عزيزتي، نقول لك أن آلة الزمن، والتي تحمل لك فترة زمنية معينة، وهذه الفترة هي بعد 45 يوما. آلة الزمن تقول لك أنك لديك نفسا ملكية،
أي استقرار على عرش الحياة ومعاملة من الجميع كما يليق بك ووفرة كبيرة ورفعا في القدر يصيبه القدر لك ويكتبه القدر لك، بالإضافة إلى حب كبير هائل ستشعري به بداخلك ربما تجاه شخص أو ربما حبا من أشخاص تجاهك. سيدتي العزيزة، كروت البعد النفسي، هناك أشياء ربما أنت لا تحبيها وغير محببة لك ولكنها قد تكون ضرورية. ربما هناك تأثير مهيمن عليك، فطريات التأثير المهيمن، وهذا يرمز إلى بعض الشعور بالإنزعاج من تصرفات شخص يقدم لك المساعدة، ولكن هناك بعض الإزعاج الذي يلي هذه المساعدة. الحدث السادس يقول تعاطف ونور في العتمة. وماذا يعني هذا الأمر؟ هو قصة الأقزام السبعة الذي يرمز إلى أشخاص سيساعدوك ويتعاطفوا معك ويقدموا لك كل ما تحتاجينه. كروت العهد القديم ووعودها، وهي تقول لك يا أميرتي العزيزة أن لديك استعادة روح وشفاء روحاني عميق من كل ما مررت به من صعوبات. ربما لديك انتصار حقيقي سوف تحققيه، ولديك بداية جديدة، وقد تكون هذه البداية ناجحة كبيرا. الشمس الإلهية تولد. قد يرمز هذا الحدث إلى ولادة عند بعض الأشخاص أو بعض النساء، كما أنه قد يرمز إلى نجاح للأبناء، أو قد يرمز إلى نجاح على الصعيد المالي والرزق، فإن الأبناء من الرزق. فالحدث أو نصائح الأوريكل تقول لك أشياء جميلة. ألهمي نفسك بفعل أشياء جديدة، وألهمي نفسك بإحداث تطورات في حياتك. عش يا جماعة، التكييف بس باظ وإن شاء الله نصلحه قريب. والحدث الثاني هو امتنان ساحر، أي أن أحد الأشخاص يمتن لك كثيرا، أو ربما أنت تمتني لأحد الأشخاص الذين ألهموك. وهناك طاقة حياة أبدية وسعادة مطلقة تشعري بها. عن رسائل الملائكة لك يا سيدتي العزيزة، فنقول أنه ليس الوقت المناسب، ولكن في المستقبل سيحدث تطور في أوضاعك كبير يحمل لك الوفرة على الصعيد المالي. أما عن الرسائل الكونية لك، فهناك رسائل جميلة من الكون أو من القدر لك في هذه الفترة، فتقول لك هذه الرسائل الجميلة والرائعة، أنت قناة تصل من خلالها طاقة الشفاء إلى العالم. ثم الرسالة الثانية تقول لك ارفع اهتزاز الكوكب من خلال نورك المحب المشع، بمعنى أنه ينبغي عليك أن تحبي الجميع وأن ترفعي من الكارما الإيجابية في الكوكب وأن ترفعي من نظرة السماء إلى الأرض. ثم الرسالة الثالثة تقول ثقي بحدسك، لقد كان يرشدك إلى الإجابات التي تبحثي عنها. عزيزتي الغالية، هناك شخص يفكر بك كثيرا وهذه الرسائل منه، فتقول هذه الرسائل الجميلة كلما أبعدتك أكثر أشعر بإنجذاب لك أكثر. وتقول الرسالة الأخرى أنت كل ما أردت. وتقول الرسالة الثالثة أنا حاليا مشوش
وغير مستقر جدا. ثم الآن نأتي إلى أبرز ثلاثة أحداث أو حدث رئيسي في هذه الفترة. فنقول كرت الشيطان، المرأة المسلسلة وحمل وصقل وجلد ذاتي. في الواقع هذا الكرت يحمل الكثير من المعاني، معنى له ومعنى يصب على الكأسين، على الكرتين الآخرين. فالمعنى الأول أنك ربما تشعري بحمل أو بصقل أو بجلد ذاتي وشعور بالندم على أشياء قمت بها نتيجة خدعة من أشخاص سيئين في حياتك، ولكن ربما أنت اكتشفت شخصا هاما وهو الطاووس، أي شخصا جميلا وشخصا يقدم لك المساعدات التي أنت بحاجة إليها، وتجد من خلاله الجمال ودوافع البقاء في الحياة. ثم الحدث السادس الذي يقول الرجل المعلق، أي أن ينبغي أن يكون لديك إيمان، وينبغي أن تجلبي الإرشاد المناسب أو الإرشادات المناسبة من الأشخاص أصحاب الخبرات حتى تخرجي من هذه الأوضاع الصعبة، وتعبري بسفينتك من هذه الأمواج العالية حتى تصلي إلى بر الأمان. أما الآن فلديك رسائل من البنادول، ثلاثة رسائل من البنادول، عسى أن تكون خيرا بمشيئة الله. والرسالة الأولى، الرسالة الأولى تقول أنه ربما يكون لديك سفر مع صديق خلال هذه الفترة. فلنبدأ الآن الرسالة الثانية، والرسالة الثانية هي رسالة تعني الحظوظ. لحظة واحدة وأقول لك الرسالة بتقول إيه. الرسالة تحمل لك تبشيرين، التبشير الأول وأنه مع تغيير الفصول، يعني مع فصل الخريف أو فصل الشتاء سيتحقق انتقامك أو العدالة القضائية ممن أذوك أو ظلموك. والرسالة الثالثة هي رسالة الألم والسعادة ونسبتهم بالسيوف والكؤوس والعملات. لديك ثمانية سيوف ولديك 13 عملة، يعني قد يكون لديك 8 قرارات هامة بسبب ضغوطات أو بسبب آلام تعرضت إليها، قرارات انتقامية أو حازمة، أو نسبة الألم في حياتك قد تعادل 8 من 10. أما 13 عملة فهذا يرمز إلى وفرة مالية تزيد عن الحد في هذه الفترة أو تفوق 100، تعادل 130% من طموحاتك المالية. فيما يخص فنجانك يا غاليتي العزيزة، أحداث فنجانك تحمل لك نوعا ما من الراحة في الحالة النفسية. أنت قريبة للسعادة ولست سعيدة ولكن بعيدة عن الحزن. هناك عدو لك، هذا العدو تحديدا يشبه شيئا غريبا، في كورة كده في الهالوين
اللي هي اللي تبقى الفاكهه ديت المخيفه، اللي هي القناع بتاع الفاكهه المخيف في الهالوين، قناع كده مخيف ولكن ملوش اي لازمه لان هي عباره عن فاكهه فضعيفه. ربما يكون شكله مخيف ولكن هو ضعيف. هذا هو عدوك تماما، احد الاشخاص مزيف ليس له حيلة ولا قوة وضعيف، وهو عدوك. يكن لك الكثير من الحقد ولكن لا حيلة له ولا قوة، بل هو أضعف مما تتخيلي. هذا العدو تصب في رأسه الكثير من الأفكار الشريرة أو المليئة بالحقد التي تجعله في حالة من العذاب والكره الشديد لك. من المفترض أنك تعلمي الآن من عدوك، فأحذري أن تعودي إلى هذا الشخص من جديد أو أن تتحدثي معه. هناك إصابة لهدف في السماء. ماذا يعني هذا الأمر؟ أي أن أحد مواليد برج القوس سيساعدك للوصول لهدف بعيد جدا تريد الوصول إليه، كما أن هناك ما يشبه مساعدة يتلقاها شخص في حياتك بشكل سريع وتوصل إلى مراكز عالية، وكأني كنت تدعي بهذا لهذا الشخص. نقول أن هناك أحداثا كثيرة، منها أنك تتحدثين مع أشخاص في المحيط الخاص بك فتصارحي أشخاصا بعيوبهم، ولا يتقبلوا هذا، هم أصدقاء ليسوا سيئين وأنت لا تكرهيهم وهم لا يكرهوك، ولكن يكون هناك نقاشات حادة للمصارحة بالعيوب وإظهار كل شيء من أجل الالتزام بالحدود، كما أن هناك استجابة لأمنية لك وهناك دعوة تدعيها بالحصول بعضكم على شريك حياة أو شخصا تريدون أن تكونوا بقربة، كما أننا نقول أن هناك عيون تراقبكم كثيرة. هذه العيون هي عيون حاسدة حاقدة شريرة، فاحذروا أن تعلنوا عن الخير كثيرا للآخرين، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. وهناك من حسد التكييف الخاص بي فباظ، والله في حد فعلا طلبه يعني وبعدها باظ التكييف، فالحمد والشكر لله، ونعوذ بالله من الحاسدين، ونعوذ بالله من الحاقدين، ونسأل الله أن نمر في هذه الدنيا مكرمين وأن نكون في الآخرة من المخلصين. سأعرض عليكم الآن حجر كريم جيد جدا يدعم الطاقات، وستجدوا الوصف لهذا الحجر في صندوق الوصف مع رقم الواتساب، كما أنكم ستجدوا رقم الواتساب في الشاشة أمامكم في حالة أردتم حجز قراءة خاصة أو التواصل معي من أجل الأحجار الكريمة الداعمة للأبراج. شكرا لكم يا أعزائي الكرام، أتمنى أن تكون أيامكم كلها عيدا، وأتمنى لكم أجمل الأقدار وفي رعاية الله.